يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن مع كبار مصنعي حليب الأطفال ضمن جهود إدارته لتعزيز الإمدادات المستوردة للمساعدة في تخفيف النقص الحاد في الحليب على مستوى البلاد. يسعى العديد من الموردين العالميين للحصول على موافقة الولايات المتحدة لشحن كميات من الحليب في الوقت الذي تبحث فيه إدارة بايدن اتخاذ إجراءات إضافية للمساعدة في توفير الحليب بالمتاجر لتهدئة روع الآباء المحبطين.